مراسلون بلا حدود اطلقت الحمله يعني فايت امبيونيتي، وذكرت فيها 10 اسماء هن بشكله نموذج عن الحالات اللي بيتعرضوا لها الصحفيين. سبعمائة صحفي قتلوا في العقد الماضي في أثناء أداء عملهم من أجل إيصال المعلومات، من 60 إلى 70 صحفياً يقتلون كل عام، أي يقتل صحفي واحد كل 5 أيام. 94% من الصحفيين القتلى هم ذكور. 94% من الصحفيين الذين قتلوا هم محليون، فيما 6% فقط من الأجانب بحسب إحصاءات هذا العام. وكان لافتا بحسب لجنة حماية الصحفيين لمكافحة الإفلات من العقاب أن عمليات القتل يسبقها بمعظمها تهديدات. هيدا اليوم أعلنته الأمم المتحدة بعد ما صارت سلسلة كتير كبيرة من الجرائم والمجازر طالت الصحفيين بمختلف أنحاء العالم، وبعدها بأغلبيتها القصوى ما تعالجت قضائيا مثل ما لازم. بعضهم المنتهكين والمجرمين عم بيكملوا بجرائمهم، وما في أي سلطة إما قضائية أو أمنية عم تحاسبهم. ما زال العراق يحتل المرتبة الأولى في فقدان الأمل من معاقبة الفاعل في غياب إدانة جان واحد في مقابل قتل 5 صحفيين، وتليها الصومال ثم الفلبين. أما سوريا فتحتل المرتبة الخامسة 95% من الحالات ما صار فيها المعالجة الكاملة. في أيام التحقيق يمكن عم بيبين هوية المجرم أو هوية المشتبه به الأول، بس مش عم تروح المسار القضائي للآخر، وخاصة إذا بننظر لمنطقتنا العربية في حالة كاملة من الإفلات من العقاب. لبنان منه استثناء بالنسبة لسائر الدول العربية، حالات كلها يلي تعرضوا فيها الصحفيين للقتل من نهاية الحرب الأهلية لليوم، أو حتى الصحفيين اللي عم يتعرضوا بشكل يومي للاعتداء الجسدي أو لاحتجاز لحريتهم أو للتهديد، كل هالحالات عم بتصير على علم من السلطات، والسلطات مش عم تتحرك. للبنان حصة أيضا من الإفلات من العقاب، فمعظم الجرائم التي استهدفت صحفيين لم ينل الجاني عقابه وإن كان له هوية واضحة ومكشوفة. فقتلة زميلنا علي شعبان ما زالوا أحياء خارج قضبان العدالة. في يوم مكافحة الإفلات من العقاب لحماية الصحفيين نستشهد بكلام الشهيد جبران تويني: نعم، الصحافة الحرة هي السلطة الأولى، لأن سلطتها منبثقة من أساس سلطة الشعب، فهي التي تنطق باسمه، هي كلمته وضميره، هي البداية. يمنى فواز، قناة الجديد.